المراقبة والتحكم بمبنى الحزب الوطني بكورنيش النيل. عشان بس الكلام ده يبقى وستريح عدالة المحكمة وتهيئ الدعوة للحكم فيها مئات الصور بالفيديو لعمليات القتل ودهس المواطنين وإصابتهم بأشكال مختلفة وكل أنواع الأسلحة اللي استخدمت. وإننا مع ذلك نتقدم إلى عدالة المحكمة بالطلبات الآتية راجين اتساع ذهبنا للاطلاع عليها. صرح لنا بأنه لا وجود لهذه القضية الآن لدى السكرتارية ومن ثم عليكم أن ترفعوا الأمر لعدالة المحكمة وبدوري أرفع هذا الأمر لسيادتك لتقريره من حيث التصريف ومن حيث آلية التصريف. الطلب الأخير سيادة الرئيس طلب مني عدد من محامين المتهمين وعدد من المحامين المبني عليهم التأجيل لما بعد شهر رمضان المبارك إذا ما رأت عدالة المحكمة ذلك. وهذا كل طلباتي ولسيادتك صاحب التصريح. تفضل. السادة الأعزاء المحامين، بالنسبة للإطلاع على الأحراز سنعطي الفرصة مرة أخرى بناء على طلب حضراتكم للإطلاع على هذه الأحراز، وسنحاول بقدر الإمكان أن تكون الأمور سهلة ميسرة. صفتك إيه حضرتك؟ صفتك إيه؟ وكيل عن عهد المبني عليه، أكرم جلالي دي. من جديد، مش كل جلسة يا أستاذ، ما هو مش كل جلسة هنعيد نفس الأستاذ يكلم كلام تاني. هل من جديد عند سيادتك؟ في جديد يا ريس، أنا في إجلين مصابين هم بالحكم باقي المصابين جدد يا سيادة الرئيس. مدعي بالحق المدني. طيب. عن فاطمة الزهراء أبو نيم حضرة عن ورثة الشهيد محمد السعيد وقعت الاعتداء على الشهداء. أيضا الكاميرات المثبتة على الجامعة الأمريكية في شارع عبد الحليم محمود لأن كان في ضرب في هذا المكان. أيضا بطلب ضم القضايا التي لم تضم حتى الآن من البساتين والمعادي عن نفس الواقع، يعني المبني عليهم قاطني البساتين. طلب ضم القضية رقم 3410 لسنة 2011 جناح كرداسة والمقيدة برقم 121 لسنة 2011 كل شمال، ونتشرف بتقديم حافظ المستندات. خد الحافظ الأستاذ ناصر العسلاني. خد الرئيس. شكرا رئيس. أستاذ ناصر العسلاني. تفضل. أول جلسة. سابع حضور. أول جلسة. سابع حضور يا معالي المستشار. حضرت قبل كده. حضرت قبل كده. طلباتك. أبديت طلباتك. الأستاذ محمد سلطان. نلتمس أستاذ من الهيئة الموقرة. عبد السلام تفضل. إدخال المتهمين جدد. عبد العزيز عامر تفضل. إعمالا لنص المتهم. خلاص يا أستاذ تفضل. 11 من قانون الجنائي. أستاذ عبد العزيز عامر تفضل.